في منهم مرضى ربو، في منهم مرضى التهاب طرق تنفسية علوية، تم التعامل معهم كعلاج عرضي، وتم يعني حتى ارسالهم الى المنزل، وما كان في عندهم اي يعني اعراض باصابه بالسلاح الكيماوي. بس وقت صارت حاله الهلع الشديده، صار اشخاص غريبين من عنا، يعني ما بنعرف، شغلوا مي، رشوا مي، حتى من صور يعني صوروا كمان يعني